صور صور عريان وصيفت العيلات. قلت لي انا عييت من هذا الشيء تمنع حقوق الزوجيه ما كناخذهاش حيت كان عنده ادمان ديال العاده السريه. يعني ما كانش كان كيبغي يعيش داك الشيء في الخيال ماشي في الواقع. اسمح لي على هاد الالفاظ اخويا بدر. يعني كانوا كيمارسوا عليا كانوا كيمارسوا عليا يعني حاشاك من الغور يعني ما خسروني ما والو من القدام. فاش ما بغيتش نرجع اخويا بدر هددوني لوحوا لي بنتي في البير يقتلوها. اختي عطيتيني قلتي لي سناء. سناء اسم سناء. سناء واخا سناء تفضلي. قلت لك انا ملي كنت باقا صغيره فمرت 9 سنين كان اي حاجه بغيتها كنلقاها. والديا مالين فيا عايشه مزيان. في العام فاش غندير 9 سنين الاب ديالي مرض مرض وطاح في الفراش. كنت باقا ديك الساعه كنعقل بعقل صغير. واحد النهار ناض الصباح قال لي عطيني شريبه ما كانش فرج واش كيموت. عطيتو شريبه وعنقتو في ديك اللحظه توفى الوالد ديالي. الله يرحمه يا ربي ويسامحني. توفى وانا هو بين يديا معنقاه. ديك الساعه عارفه شنو هي الموت ولكن ما كنتش عارفه واش صعيبه لديك الدرجه. ديك الساعه هو عاش العذاب. الام ديالي تبدلت معايا بزاف مبقتش كتديها فيا. عندي هي ثلاثه خوتي دراري واحد اختي بنت. اختي هي ديما معذباني. لو بغيت نمشي لوين للمدرسه كتقول لي اش قاعد ديري هادشي ري. انا في 9 سنين ديك الساعه دوزت العذاب. وصلت للقسم السادس ابتدائي. تزوجات الاخت ديالي والوالده ديالي الله يرحمها حتى هي غادي تموت مع الوقت. المهم زوجات اختي والوالده ديالي بزات عليا خرج من المدرسه باش نبقى في الدار. ديك الساعه كنت عمري شي 12 عام. بقيت في الدار باش نقابل الدار الشقه ديال الدار ونقابل الكوري ديال البهيم حاشاك. مع العلم انه الاب ديالي قبل ما يتوفى يعني خلى لينا دار خلى لينا فيرما كبيره يعني ما كانش خاصنا الخير يعني الحمد لله. الحمد لله. الام ديالي كانت بعض المرات كتمشي تبعت معها صحاباتها وهذا وانا كان اخوتي كيتعداو عليا بتعشى بهم. كيفاش اخوتك كيتعداو عليك؟ يعني كانوا كيمارسوا عليا. كانوا كيمارسوا عليا يعني حاشاك من الغور يعني ما خسروني ما والو من القدام. خوتك هذا من امك وباك؟ خوتي من امي وبا. خوتي اللي تبدلوا عليا بزاف. واش كنت من حيت الشقاء؟ كنت في عمري كنت ديك الساعه كنت ملي بدا داك الشيء كان في عمري 12 عام. بقيت بحال هكاك بقيت كنصبر حتى لواحد واحد الوقيته واخويا مشى يخدم خرج من ديك البلاصه مشى يخدم. وبقاو دوك جوج ديما مناوبين عليا ديما الا ما شدني هذا يشدني هذا. فاش قلتها للوالده ديالي ما بغاتش تقبل. هما عارفين مع بعضياتهم بانهم هما عارفين بعضياتهم. عارفين. واش عارف عمرهم هما؟ هما كانوا كبار عليا يعني انا صغيره يعني هما كانوا ديك الساعه 16-17 عام. راه كبار كنت اربعة يعني كانوا كبار كانوا واعيين. بقيت بحال هكاك سايسة وصابرة. بقيت إلا قلتها للوالدة تنقولها ليا بس باش تيقني وكتهلكني بلاصة. بقيت صابرة تل كانت عندي ديك الساعة 14 عام. جا السرطان الوالدة توفات يعني تعذبات قبل ما توفى وأنا اللي كنت عزها. مراها الوالدة ديالي توفات وجدتي من الأم ديالي هزتني باش نعيش معها. مشيت لقيت خالي مراته الضرعة مرا خالي مرة كيتبسل عليا. شكون هو؟ العصا. خالك؟ خالي. كيفاش كيتبسل عليا؟ كيفاش كيتبسل عليك؟ يعني بعض المرات تيقيسني من شي مناطق بعض المرات هكا يعني غير تيتحرش بيها. بقيت صابرة
فاش مشيت واجهت جدة قلت لها شنو كانوا داك خالي مزوج يعني وعندو مراتو وكلشي، فاش قلتها لهم ما بغاونيش ديك الساعة وبداو كيتكرفصوا عليا بلاصة السبان كلشي اي حاجة ممكن تطيح لك على بالك. بقيت صابرة شي عام وتوفات جدتي الله يرحمها، توفات موراها بشي اسبوع ماتت جدي الله يرحمه. ندخل يوم مرتو شدو في حسيفة مشاو قالوا للعائلة ولي لقوني زعما انا مع شي راجل في وضعية اللي ما مشي هي هاديك، مشي تناو مني بالفعل تناو مني وصفتو لي عند واحد خالي اخر، وذاك خالي اخر انفو وصلت عندو كيقول لي يلا خصك تزوجي خصك تزوجي. ديك الساعة كانت عندي شي 15 عام ونص بحال هكاك، بقيت معاه كيكتبو عليا كيتهموني بالسرقة مع العلم انه كيخرجو يشدو عليا الباب تيكيهرجو حتى كيحلو عليا الباب. بقيت عايشة بحال هكاك وصابرة واحد الوقيتة صافي عييت قلت نتزوج دير دار نتستر حيت عييت لي داز عليا ماشي ساهل. بالفعل تقدم لي واحد السيد كبير عليا في اللاج، قلت نتزوج براجل كبر مني يعوضني على الحنان اللي فقدته وانا صغيرة غيفهمني. تزوجت لقيت واحد العالم اخر، سكني مع دارهم خواتاتو با الام ديالو. الاسبوع الاول ديال الزواج داز مزيان، موراها كنلقى مدمن ديال التليفون كيهضر مع العيالات بزاف في التليفون كيتصور هو عريان تيصيفط ليهم الخمس فاش كنجي نواجهو كل علاش هادشي كيشبع نعزة. بقيت صابرة وحتى واحد الوقيتة حملتو كتر العصا طاح ليا وقع ليا إجهاد. بقيت صابرة 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 واحد النهار ضربني ضرب خايب على وديت حقي اللي قلت لي علاش واش انا فيها شي حاجه ديال العيب جينا كلش نحلو مشاكلنا علاش كتهرب مني مع العلم انه كنت تيجي غير في الويكاند للدار. مني قلت لي فحال هكاك واش مباني عصا بزاف تطلع الوالد ديالو، مني طلع الوالد ديالو قال لي جمع حوايجك دابا جمعت حوايجي وشوي نهار الشيطان ولا وخلوني في الدار. طلعت لي قال لي يلا نوصلك. بالفعل تاني با وصلني عند خالي وخالي قال لي ما نشوفكش شيري في حالك. رجعت كنصوني على الزوج ديالي وكنقول لها العار نبوس لك رجليك غير حيت ما عنديش فين نمشي وانا صغيرة ما 17 عام ما عارفاش من نعطي الراس وما قرياش وما خايفة بزاف من الزنقة. مورا ما بقيت كنطلب فيها وكنرغب ردني للدار. تصور معايا خويا قادر كيجي في الويكاند كيناش في بلاصتو كيناس بعيد عليا ويبقى يمارس في العادة السرية مع العيالات وانا كنشوف. ما كانش من حقي انني ندوي حيت الا دويت كناكل لاصة. بقيت صابرة وحملت بنتي الاولى زادت عندي بنية مفرحتش بيها ما دار لي اسبوع كعباد الله مع العلم انه خدام مزيان. داز العام الاول في العام الثاني كانت بنتي غتكون عندها عامين ضربنا ضربة خايبة حيت لقيتهم صور عريان وصيصفت العيالات قلت لي انا عييت من هادشي تا من حقوق الزوجية ما كناخدهاش حيت كان عندو ادمان ديال العادة السرية يعني ما كانش كان كيبغي يعيش داكشي في الخيال ماشي في الواقع. اسمح لي على هاد الألفاظ أخويا بايدر ناخد راحتك. في الدار من ضربة خايبة جمع لي با حوايجي قال لي يلاه برا. وصلني عند خالي ملي وصلت عند خالي قلت لها عافاك خالي هي شنو كان عايش عاود ليه كلشي مبغاش يعني فيها. قال لي صافي ماشي مشكل نتصون على خوتي وتوقفوا علي خوتي داوني معاهم
داوني لديك الدار فاش كانوا كيتعداو عليا، ديك الدار اللي انا كبرت فيها، ديك الدار اللي عشت فيها ايام ديال الرعب. شدو عليا في الدار اللي خلالينا بايا وسط الخيرمة، حيدو لي التليفون، حيدو لي كل شيء. شدو عليا في الدار، شدو عليا وقيسوني على راجلي، كيقولو لها جديها، كيحسرو فاش يجي يديني حيت واحد ما بغاني. مهم، وهما كانوا سدين عليا، كانوا تيقولو لي واش غترجعي، فاش كنقول لهم لا كيجبدو الصمت ويبقاو يضربوني تيشبهو ويتناوبو عليا، يمارسو عليا بجوج. وبنتي كتشوف. واو دابا راه كبرتي. لا وما كبار. واو كانت عندي ساكت في عمرك ديك السنة؟ شي 19 عام ولا 20 بحال هكا. 19 عام ومازال جيتي تكرفسو عليك. كيضربوني بالشد بالصمتة، تيجربو ليا العمي هي باش نرجع ليه حيت مبغونيش نطلق ونبقى معاهم في الدار. وتيتعداو عليك من الفوق؟ كيضربوني حتى تيزرقوني وتيحيدو ليا حوايجي ويتناوبو عليا بجوج. وبنتي اللي عندها عامين كتبكي وكتشوف. قسمي بأن كلك المساج بلا بصحة. سنة ياك؟ نعم. قسمي بأن كلك المساج بلا بصحة. اقسم بالله تهضرتي كامله على صح. الله يرزيني في ولادي اللي هما عينيا. هادشي كامل حيت ما بغيتش نرجع للراجل. ومش عارف عمرهم ملي كنت عندك 19. اسمحي لي حتى ضد المراه. مش عارف كتف عمرهم ملي انت عندك 19 عام. هما شحال عندهم؟ هما خويا اللي يعني انا الصغيره، اخويا اللي مورايا كبر مني بثلاث سنين، الاخر كبر مني بخمس سنين. يعني انا ديك الساعه كنت في عمري 19 عام، يعني الاخر تكون عنده شي 23 ولا الاخر تكون عنده شي 25 ولا اكثر. واو بقيت كلهم ما مزوجينش وكانوا كيتعدوا عليا. وبجوجهم عارفين بانك مازال بجوجهم تيتعدوا عارفين. عارفين. وعاودت لهم قلت لهم هاد الراجل شنو كيدير شنو كيدير شنو كيدير، عاونوني خلوني غير في دار با. ما بغاوش اربع شهور وهما كيمارسو. واش ما هربتي؟ ما عيطتي لهم بوليس؟ ما والو. علاش ما حيدو لي التليفون؟ انا قلت لك انا في فيرما وحيدو لي التليفون وكيشدو عليا الباب. الا كانوا خارجين كيشدو الباب حتى كيرجعو عاد كيحلو عليا بالسرفج. ما عنديش الم في النهار، ما عنديش الفلوس، ما عندي والو. المهم اربع شهور وانا كناكل في العصا هكاك، اربع شهور وهما كيتعداو عليا. فاش ما بغيتش نرجع كانوا كيهنفوني زعما باش نرجع. فاش شافوني ما بغيتش هددوني باش يقتلوا ليا بنتي، لوحوا عليا في البير. كيفاش؟ فاش ما بغيتش نرجع اخويا بدر هددوني لوحوا ليا بنتي في البير قتلوها. اختي قالوا لي كيفاش قالت غنلوحوها؟ ما لوحوهاش. قالوا لي غنلوحوها وغنردمو البير وتا واحد ما يعرفك فين كاينه، غنلوحو بنتك وغنتبعوك وراها. ما كتبش عليك اخويا بدر فاش هددوني بنتي. قدرتش وننصوني على راجلي، قلت ليه انا غنرجع حيت هددوني بنتي. ما قدرتش اخويا بدر. مرها رجعت لهاد الراجل اللي انا معاه دابا، كيراه لينا ما بغيتش ساكنه مع والديه. ولكن خويا بدر كيتعدى عليا بزاف. اللي هو باها نفس الراجل؟ رجعت. نفس الراجل. مرة ما رجعت حملت بولدي التاني. يعني هو كيجي ناس معايا مرة في شهرين، مرة في ثلاث شهور، وكيجي يعني مجرد دقيقة واحدة. المهم غير فهمتيني، حملت عن طريق الغلط بولدي التاني. دوزت ديك الفترة كاملة بلا صح، ولدت ولدي قبل الوقت غير كتر العصا وكتر الضغط. راه كنت صابر حيت ما عنديش فين نمشي. دابا ولدي عنده عامين
وهو كيعزل في البيت بوحده باش يمارس العادة السرية بوحده في البيت مع العيالة الثلاثة حتى دابا، لدرجة أنه واحد الوقت تشد عند البوليس. هاد العام اللي فات تشد عند البوليس بسبب تحرش جنسي إلكتروني، وقفت معاه درت ليه محامي لي باش يخرج يولي راجل معايا يحنف ولادو. وقفت معاه قلت راه لو وقفت معاه مني غيخرج غيتبدل عطاو شهر ونص مورا ما خرج. قال لي انتي باقا هنا المدلولة، لدرجة انني دخلت الحبس بسبب العيالات وكلت ليا محامية المدلولة. ما عقلتش عليا اخويا باطر. ولك يضربني بزاف اخويا باطر قسم بالله. فهاد اللحظة وجهيني زرق خاصة. كيفاش دابا ضربك؟ تقدري تورينا وتوريني وجهك؟ انا نكمل قصه. نعم اخويا صيفط لك وجهي دابا. اه انا نقدر نصيفط لك اخويا بدر تصويرتي. نعم شنو كشي؟ قلت لك انا نقدر نصور لك تصويرتي دابا اخويا بدر. واخا تقدري ديري لك على الكاميرا كون احسن. نعم تقدري ديري الكاميرا اختي ما يشوفكش انا نشوفك انا. ممكن ان شاء الله اخويا بدر. واخ كلشي يبارك على جيم. عافاك ما واحد يتفرج في هذه الحلقه. كلشي يبارك على جيم وبارطاجيو. كلشي يبارك على جيم. عافاكم الله تتسمع مشاكل الناس تتساهم. قول الحمد لله. كلشي كتب الحمد لله. تحية الجالية المقيمة بالخارج. الناس ديال الجالية بغينا نعرفو فين هما الناس ديال الجالية. كل واحد الناس ديال الجالية كتبولنا ملي تيتبعونا. غير الناس ديال الجالية نشوفو شكون أكثر دولة تتبعنا. أنا كنصوت الكاميرا أخويا بدر. واخا نصوني عليك. نصوني عليك. واو هادشي فوقاش ضربك دابا؟ مسكين ضربة بصح والله. هادشي فوقاش سناء؟ انت مضربها؟ نعم نعم سناء لازم ضربها اخويا بدر. كلت عليها حيت سبت لي با وقلت لي متبقاش تسب لي با ميت قدام ولادي. فاش رديت عليها الهضرة وعيطني الدنيا لوجهي هيت اخويا بدر. يا سلام. كلشي كتب الله يفاجئ عليها. كلشي عافاك دابا اخويا بدر. ديما كيقول لي انت ما عندكش العائلة، انت ماشي مرا عائلتك مع ساتك، انت ما تسويش. واو المشكل انه عائلتي تا واحد ما بغيتي يقني، تا واحد ما بغيتي فيا. خالي صونيت عليك لي خالي راه زرق لي وجهي، راه صحتي كلها زرق، راه كيضربني، راه كيتعدى عليا قدام ولادي. تصور معايا خويا بدر بنتي عندها 5 سنين دابا وتشوف يلاه ماما نهربو. شنو انت تقولك يلاه نهربو؟ حيت كتشوف باه كيعنفني بزاف. انا خويا بدر دابا بغيت نخرج نخدم على ولادي، نهز ولادي باش ينطلق بديتي ينطلق. ولكن اخويا بدر خايفة من الزنقة بيجي مكرهتش شي حد يعاوني غير في السكن. ما قارياش، ما عندي لا ديبلوم، ما فاهمة في شي حاجة. بغيت غير نهز ولادي بديتي ينطلق نخرج نهز ولادي. واخا تقدري تقولي لنا المدينة فين ساكنة دابا سناء؟ انا دابا ما عرفتش اخويا بدر واش نذكر المدينة ولا لا. واخا انا في مراكش اخويا بدر. واخا سناء اللي بغى الرقم ديالك نعطيها الرقم ديالك.
يا ليت اخويا بابا. اللي بغى الرقم ديال سناء يكتب لي ميساج دابا في لاباج ديالي ديال الفيسبوك. اختي قلت لهم نجي عندكم، كنت كنحس بزاف فيهم، قال لي اخويا تجي عندي انا ندبحك.